كنت بسيطة وغبية لدرجة ما بتتخيلي يطلع منها الحركات. كل السهرة حاطة عينها بعيني، ترقص بطريقة رخيصة وغير نظراتها المغرورة، ضلت كل السهرة عم تستفزني كأنها عم بتقلي تعي نعمل مشكلة. انتي خليكي مع عمر، انا رايحه على الحمام وراجع. غلطت الغلطه الثانيه بهديك السهره، رحت وراها فورا. بعرف ما كان لازم اعمل هيك، ما كان لازم احكي مع وحده من مستواها. التواليت فاضي، بتقدري تدخلي. انتي افضل من التواليت. انتي عن جد كتير مسكينه، شفتي الستوري وركضتي لعنا ما هيك؟ وانتي ليش بس شفتيني جايه على الحمام ركضتي؟ بتعجبني ثقتك بحالك. يلا عيشي الحاله، حرام بلكي محرومه. وبعدين اطلعي لبرا رقصي وتمايعي، مو معقول شو رخيصة. طالما أنا محرومة وعم عيش الحالة يلي بدي إياها، معناتها ليش وجودي هالقد عم يخوفك؟ أنا بقلك ليش، خوفك كله مني لأنه إلكار صار لإلي. يا حرام عن جد. حبيت ثقتك، يعني بتقدر ترفعك. ديري بالك من ابنك ما تهر. مزبوط. رح دير بالي يا حلوة. يلي صار صار لأنه بتستاهله. ريم وين كنتي؟ شو اللي عم بيصير؟ ريم؟ إلا اصحي روقي، امشي خلينا نروح على المشفى، يلا امشي. ريم انتي شو عملتي؟ ريم شو عملتي بالبنت؟ كيفكن يا جماعة؟ شو مبسوطين هون؟ هو شو هالتوتر قبل العرس؟ خير إن شاء الله. أنا بدي أحكي معك موضوع. هذا اللي صار، والباقي بالفيديو شفتي. ريم، بصفتي محاميتك بدي منك تجاوبيني بكل وضوح. قلي لي صار شي بعد هالعرض؟ بدي حكي بابا. الشخص اللي سجل الفيديو
هو صاحب البار سارتاشكايا، بس ما منعرف إذا هو اللي بعت الفيديو ولا لا. عرفنا أنه طلع بلغاريا، وحالياً عم نتواصل مع الأمن البلغاري. بعد كل شي صار لساتك مصرة انه هو ورا القصة يا بهار؟ لك ما شفتي الفيديو بعينك؟ كرمال الله هي البنت معترفة بعظمة لسانها. يلي شفنا بالأول سجل كاميرا مراقبة مو؟ والكل شافوه تيمور. بنتي انزتت بالشارع من سيارته للزلمة والكل شافه بعيونه. شي حلو، المحامية اللي جواتك طلعت بهار، بس مو دفاعا عن بنتك. هالمرة حابة انك تدافع عن بنات العالم. يعني حتى لو طلع 100 فيديو مثل هاد مستحيل يغير الحقيقة بالنسبة إلي. أنا ما ممكن أنسى دم بنتي على كنسته.